صادق على اعدام 37 متهما في احداث مطاي، وتخفف الحكم الى المؤبد على 491 اخرين، وتحيل اوراق 683 متهما اخرين الى مفتي الجمهوريه. العليا للانتخابات تعلن انه لا يوجد ما يمنع السيسي وصباحي من الترشح لانتخابات الرئاسه، وتسمح ل 79 منظمه محليه بمراقبتها. فهمي يستهل محادثاته في واشنطن بلقاء قيادات من الكونغرس الأمريكي لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية من شاشة النيل، والبداية مع زميل أيمن السيد. شكرا جزيلا لك نجلاء. صدقت محكمة جنايات المنيا على الحكم بأعدام 37 متهما في أحداث العنف بمركز مطاي بمحافظة المنيا، وخففت الحكم على 491 متهما آخرين إلى المؤبد في نفس القضية. وفي قضية أحداث العدوى بالمنيا أيضا قررت المحكمة إحالة أوراق 683 متهما آخرين، من بينهم المرشد العام محمد بديع، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك بتهمة قتل شرطي عمدا والتجمهر وتكدير السلم والأمن العام والاعتداء على رجال الشرطة في 14 من أغسطس الماضي. هذا ويشهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشددة، حيث دفعت قوات الأمن بتشكيلات خاصة لتأمين المحاكمة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مكتب الأهرام بالمنيا الحجاجي الحسيني. أستاذ حجاجي صباح الخير، وعايز أعرف من حضرتك تأكيد للأرقام والقرارات اللي أعطتها المحكمة اليوم، محكمة جنايات المنيا. طبعا الأرقام اللي ذكرت مظبوطة تماما. وعايز أقول لحضرتك أنه اليوم جلسة المحاكمة لم تستغرق أكثر من نصف ساعة، لأن الجلسة كانت مخصصة للنطق بالحكم فقط في القضيتين. نعم. القضية الأولى كان المتهمين فيها 545 متهم، تم الحكم على 16 بالبراءة و529 بإحالة أوراقهم للمفتي، وتأجلت لجلسة اليوم للنطق بالحكم. الجلسة الثانية كانت في بعد القضية الأولى الخاصة بمركز مطاي، يعني القضية الأولى بمركز مطاي استغرقت 3 أيام، سبت وحد واثنين في الاسبوع الاخير من شهر مارس. القضيه الثانيه لم تستغرق نظر القضيه سوى يوم واحد فقط، يوم الثلاثاء، في ظل غياب هيئه الدفاع عن المتهمين، والمحكمه اجلت للنطق بالحكم في مع نفس القضيه الخاصه بمركز مصاي. يعني اليوم كان بيتم نظر قضيتين، قضيه محال فيها اوراق متهمين الى فضيله المفتي، وقضية اللي هم الخمسة اللي هم ال 528. تمام يا فندم. ال 528 اليوم تم تخفيف الحكم من الإعدام، تم الحكم بإعدام 37 وتخفيف الحكم من الإعدام إلى الإشغال الشاقة المؤبدة على 492 متهم. ده بالنسبة لقضية مطاي، يبقى إجمالي عدد المتهمين 16 براءة و37 إعدام والباقي أشغال شقة مؤبدة 492. أما بالنسبة للقضية الثانية والأكثر عددا 683 والأكثر أهمية، ربما لأنه على رأس المتهمين فيها الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، هو المتهم الأول في القضية. فهذه القضية تم نظرها في يوم واحد فقط في غيبة الدفاع، يوم 26 مارس الماضي، واليوم المحكمة قررت إحالة أوراق جميع المتهمين. ربما في الجلسة الأولى المحكمة برأت 16 متهم، ولكن في هذه الجلسة المحكمة أحالت جميع المتهمين. هو تقريبا برضه أستاذ الحجاجي يعني نفس ما تم في قضية مطاي، ولكن هو السؤال هل من أي حيثيات تليت أثناء يعني صدور الحكم؟ خليني أقول لحضرتك أنه جميع محاكمات جماعة الإخوان في الدائرة المخصصة لنظر قضايا الإرهاب، دائرة المستشار سعيد يوسف،
في قرار من المحكمة بمنع حضور وسائل الإعلام، كافة أنواع وسائل الإعلام، فقط نحن نتابع الأحكام من خلال اتصالات بالمصادر، ولكن محظور على كافة وسائل الإعلام الدخول إلى محيط المحكمة. ربما نتواجد الآن أمام مجمع المحاكم ولكن دون الدخول لمبنى المحكمة، وهناك حواجز أمنية شديدة، وهناك حالة من تجمهر، أعداد كبيرة ربما من أبناء مركزي أبناء المتهمين في القضيتين مركز مطاي منتظرين الأحكام تخفف على ذويهم، ومركز العدوى منتظرين ماذا يسفر عنه القرار. أعداد كبيرة جدا من المواطنين أقارب المتهمين يتواجدون الآن في محيط الشوارع المجاورة. طبعا ده مفهوم من رد فعلهم بعد سماع حكم المحكمة أستاذ حجاجي، لكن هل من أي مصادر قانونية أو محامين التقيتهم حضرتك وقيموا يعني الخطوات القانونية لهذا الحكم وللمراحل القضائية التالية؟ والله خليني أقول لحضرتك أنه هناك هذا الحكم، يرى البعض من المحامين أنه حكم الإعدام ليس العبرة فيه بعدد من قتل في الاشتباكات، يعني في واقعة مطاي ربما يكون قتيل واحد فقط، ولكن كما أشارت في حكمها، ودي حاجة مهمة عايز أوضحها لحضرتك والسادة المشاهدين، إلى أنه ما قام به المتهمين من تكبير السلم العام وتعريض الأمن القومي والأمن الوطني للبلاد للخطر، هذه العقوبة تستحق الإعدام، هذا من وجهة نظر. وخلينا أقول لحضرتك نقطة قانونية مهمة جدا قالها فريق من المحامين، أنه إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، لا يمكن إحالة أوراق أي متهم إلى فضيلة المفتي إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة. المحكمة حضرتك زي ما كما تعلم أن المحكمة بتتكون من رئيس المحكمة وعضو اليمين، لكن هو في النهاية أيضا أستاذ الحجاجي أنه رأي فضيلة المفتي هو رأي استشاري وليس ملزم المحكمة. بالضبط تماما، ولكن دعني أقول لحضرتك أنه رأي فضيلة المفتي أيضا لم يتضمن البراءة لجميع المتهمين، ولكن أشار طبقا لمصادر قضائية إلى أن من يستحق أو الذين وافقوا على إعدامهم يتجاوز 80 متهم، ولكن كما تفضلت حضرتك أنه رأي فضيلة المفتي استشاري. هي في النقطة ديت برضو أعتقد أنه يهم الرأي العام أنه يعرف إلى أي درجة استندت المحكمة في رأي المفتي للقضاء بالحكم بإعدام 37 متهم، في حين خففت الأحكام إلى المؤبد على بقية المتهمين في القضية المتعلقة بمطاي. نعم، خليني أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا، أنه جميع المتهمين في القضيتين معظمهم أكثر من 80% من المتهمين هاربين حتى الآن، منهم قيادات جماعة الإخوان، والمتهمين المحبوسين حاليا عددهم لا يتجاوز 60 متهم في واقع في جناية مركز مطاي و80 متهم في مركز العدوى. أنت تتحدث عن 1212 متهم، ده جملة المتهمين في القضيتين يا أستاذ حجاج. نعم، المتهمين في القضيتين، المحبوس منهم حاليا لا يتجاوز 140 متهم في القضيتين. ده هيفرض السؤال الثاني اللي حضرتك أكيد هكون استنتجته، أنه إلى أي مدى من بين 140 المحبوسين في عدد من المقضي بالحكم بإعدامهم؟ نعم، اعتقد انه كل عدد كبير ام انه العدد كله ام عدد قليل؟ اعتقد انه المتهمين المحكوم عليهم بالاعدام معظمهم هاربين، لانه المتهم الاول في قضية العدوى حسام شبيب الطبيب الذي اعتدى على عقيد الشرطة مصطفى العطار اثناء تواجده في المستشفى هارب خارج البلاد كما أكدت مصادر. في ضوء ده أستاذ حجاج أقدر أستنتج من حضرتك، ويريد حضرتك تأكد لنا المعلومة ديت من عدمها، أنه التجمهر اللي خارج مجمع المحاكم في المنيا الآن واللي حضرتك بترصده ممكن يكون رد فعل أهالي المتهمين متعلق بالأحكام الخاصة بالمؤبد وليس بالإعدام. بالضبط، هو بالحكمين نعم، يعني سواء المتهمين اللي تم إحالة أوراقهم للمفتي الخاصة بمركز عدوى أو المتهمين الآخرين الذين كانوا ينتظرون أحكاما ربما أشد تخفيفا من المؤبد. ربما يعني أنا تحدثت مع عدد من أقارب المتهمين، يعني سيدة مسنة قالت أنه أنا سبت متهمين من بيتي، أنا بيتي خرب
اثنين ولادي، واحد جوز بنتي، واحد اثنين ولاد اخواتي. فالمساله تتعلق بانه فيه اسر كبيره في اسره واحده، في عدد كبير من المتهمين ينتمي الى الاسره. ربما هذا التواجد من الاعداد الاقارب المتهمين هو الذي يضفي سخونه وحراره وانفعالات شديده من جانب هذه الاسر، لانه ليس متهم واحد ولا اثنين. وربما طب هو طبعا وليس هناك اي مجال للتعليق على حكم القضاء او نقضه، ولكن السؤال فيما رصدته حضرتك، هل من أحاديث تتردد من الأهالي ينفون فيها التهم عن ذويهم من المحكوم عليهم سواء بالإعدام أو المؤبد؟ بالتأكيد، يعني أنا أتحدث مع أحد الأقارب المتهمين بيقول لي أنا ابني ما بيصليش ومش حافظ حتى الفتحة، يعني عايز ينفي أي علاقته بأي طيار بجماعة الإخوان تحديدا. طبعا بالضبط. فالمسألة هنا بتتعلق أنه كله يرى أنه أبنائهم أبرياء وأنه تم الزج بهم من خلال وشاية البعض الأفراد الشرطة سواء الغفراء. هو على كل حال يا أستاذ حجاج بالتأكيد، يعني كما هو معلوم أنه في يعني درجة من درجات التقاضي وهي محكمة النقض، وبالتأكيد هذه المسائل ربما تتضح أكثر في المستقبل. بشكر حضرتك شكر جزيل الأستاذ حجاج الحسيني مدير مكتب جريدة الأهرام بمحافظة المنيا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم طنطاوي أستاذ القانون الجنائي. أستاذ إبراهيم، بعد التحية، يعني بعد الحكم بإعدام 37 متهما، الحكم عليهم بالإعدام وأيضا الحكم المخفف على 491 متهما آخرين بالمؤبد، يعني ما هي المراحل القضائية التالية لهذا الحكم من قبل محامي المتهمين؟ أهلا بحضرتك. بالنسبة للمراحل القضائية، كافة المتهمين الحكم عليهم بالإعدام أو اللي رأى قبول تخفيف العقوبة عليهم لهم الحق بالطعن بالنقض في هذا الحكم. وبالتالي إذا ما رفعت محكمة النقض وجود موجبات نقض الحكم حتحلهم المحاكمة أمام دائرة الوزارة. إذا لم ترى موجبا لذلك فتؤيد الأحكام التي أجرتها محكمة في أول مرحلة. نعم دكتور إبراهيم، ولكن هل تعتقد أن يعني النقد في حكم الإعدام من الممكن أن يخفف هذا الحكم من الإعدام إلى المؤبد؟ بدون شك حضرتك، محكمة النقد إذا لم ترى أن العقوبة مناسبة للجريمة التي ارتكبت يمكن أن تلغي عقوبة الإعدام وتحيل إلى دائرة أخرى لإعادة محكمة المتهم. وفي هذه الحالة تبقى المحكمة مقيدة. نعم. تحال إلي الموضوع بعدم الحكم. نعم دكتور إبراهيم طنطاوي أستاذ القانون الجنائي، شكرا جزيلا لك نظرا لرضاءة الصوت من المصدر. للمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني والدستوري والمحامي بالنقد. أستاذ عصام، يعني بعد التحية، يعني رأي حضرتك ليس على أحكام القضاء ولكن المراحل القضائية التالية لهذا الحكم وهو الحكم بالإعدام على 37 متهما وأيضا تخفيف الحكم على 491 متهما بالحكم المؤبد. هو الطبيعي أنه الأحكام التي تصدر بالإعدام بطبيعتها أحكام تعرض أمام محكمة النقض، طالما أن هذه الأحكام أحكام حضورية، بمعنى أن الأحكام الغيابية سابقة